المحاضرة الخامسة لابلاس ترانسفورم. ناخذ أمثلة. عندنا مثلا نستخدم الملتبليكيشن والشيفتنج. قلنا الملتبليكيشن باي تي يعني أي دالة مضروبة بتي. إذا كتبنا هاي جي أوف تي هم مو مشكلة. أو عندنا الإف أوف تي مثلا هي مضروبة بإكسبونينشال. الأي قلنا الأي أي رقم في دالة، خلينا نسميها أي شيء إكس أوف تي، ما يأثر علينا الحرف قلنا والنوع الحرف ما يأثر علينا. ناخذ أمثلة. find Laplace هي نفس الصيغة. find Laplace transform for the following function. الفانكشن راح ينطيني اياها هي f of t تساوي لنا t مضروبة مثلا بساين 2 t زائدا k ناقصا exponential 3 t في كوساين كوساين 4 تي. نجي نحله سوليوشن لابلاس. ناخذ على كل جزء الاف اوف تي صار لنا لابلاس للتي ساين 2 تي زائدا لابلاس لكي ناقصا لابلاس اكسبونينشال 3 تي كوساين 4 تي ويساوينا. نجي نحل اول وحدة ناخذ نقول لابلاس للساين 2 تي هو 2 اس تربيع زائدا 4. نجي ناخذ لابلاس للتي في الساين 2 تي هي مشتقة، نحط الاشارة السالبة مالت القانون ومشتقة هذا كله، مشتقة هذا كله ما هو إلا مربع المقام مشتقة البسط في المقام قلنا صفر في المقام صفر ناقصا البسط هاي البسط في مشتقة المقام، مشتقة المقام هي 2 اس ويساوي لنا هاي السالب في السالب طلع موجب والاثنين في 2 4 اس على اس تربيع زائدا 4 الكل تربيع. هذا الجزء الاول. عندنا لابلاس للكي هو قلنا كي على اس، وعندنا لابلاس للاكسبونينشال 3 تي كوساين 4 تي. احنا ايش عندنا؟ نقول لابلاس للكوساين 4 تي هو اس على اس تربيع زائدا 16. اذا هذا ايش راح يساوي لنا؟ حله بالمباشر كل اس ياخذ شفت مقدار الاكسبونينشال، هنا أنا اس ناقصا 3. ايش عندنا بعد؟ هنا أنا عندنا اس تربيع يعني اس ناقصا 3 تربيع زائدا 16. الحل النهائي انه نجمعهم هذولا كليتهم اللي حليناهم ويساوي نقول 4 اس على اس تربيع زائدا
4 الكل تربيع زائدا كي على اس زائدا اس ناقصا 3 على اس ناقصا 3 الكل تربيع زائدا 16. انتهى السؤال.